الموت مرديني أول الموت. الموت ليس فناء، ماهوش فناء، هو انتقال من دار من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، بمعنى آخر خروج الروح. أشو المعنى ليس الموت؟ لا ديفينيسيون الموت سيتادير الروح قلان فينا، الروح قلان فينا فغ الكور فغ الجسد داير أني سيد فغ الله أعلم. لكن دينا ربي القرآن الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ورد في حديث البخاري قريش أروح النشجان سين تقالك دناش أسيد نحكم بعد التفاصيل ولكن كذا مقدمة نحكم في درس آخر إن شاء الله. سين سي قريش ناس روحت اليهود فهم أهل الكتاب، روحت اليهود فهم أهل الكتاب، أهل الكتاب معنى سعن تكتاب سعن تورات. استقسيت نزيغ في محمد صلى الله عليه وسلم أعترض النبي لا ماشي النبي صحاب قريش شكن وقال يمنو منه وقال يشكن شقع نسين سي قريش ناس روحت غل اليهود استقسيت تسن فهم أهل الكتاب هل ترى وقيد ذي النبي لا ماشي ذي النبي أسمي بظل سيني غل اليهود روح الأحبار يعني زي ما دي العلماء نسن ننسن هاثان يساديون كذا اسمي اسم محمد صلى الله عليه وسلم ذي مكا أكون استقصي هل ترى يسدي كيف ثنوان أول بلي قد يسيون ذي النبي أشو سنة ننس في ثلاثة يسقصي أستقصي مزوره في الفتية قالين الكهف أستقصي وسين رجل يعني قصد القرنين يفكاد التفاصيل وثلاثة سقسيت عن الروح عن الروح ففي سقسينا ما يجاوبت أثند النبي موتي جوفر ماشي ذي النبي أبضان دروح نديري تر النبي صلى الله عليه وسلم استقسات ذغاش وسنين النبي عليه الصلاة والسلام ويسار الجواب خاطر نساء ذا الرسول ماشي سي المخيس ماشي سي قولا غي ناس ماشي غير في كتابين ولا غير في كتابين باش هذه ولا يسعوا الثقافه الباجاج سيونتيفيك هيستوريك ينيسن اكون جاوب ازكى النبي عليه الصلاه والسلام ودينا راه ان شاء الله صغرت ما شافت دينا راه ان شاء الله من بعد اقيم الوحي 15 سنين ودين زيد الجبل خاطر يمدينا النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله في لي سيركونستونس في لا ماشي سا في كتسان وري فغار ديني لا تي سيركونستونس فوجئ بالاسئله. المهم ثما شي وسيقه تصن تفاصيل من بعد اتيد نحكو تسد من بعد صورة الكهف تنزلت يك صورة الكهف لي سي لي ريبونس كي كلش لي سي ميسينا ربي سبحانه ولا تقول لي شيء اني فاعل ذلك غدا ها ولا بس تصر لي سيركونستونس سي بور سي ليون العلم علم ذي الشريعة من علم القرآن اسمس علم أسباب النزول علم أسباب النزول. لو كانت في الآيات ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد تدغر إلى آخره والزبدر تصفهم مليح مليح مي مثغر ذي سيركونستانس أسباب النزول أتصفهم وتصفهم أي غر تأخر نزول القرآن 15 يوم إلى آخره باش نقد الدرس باش نفك التفاصيل في شرط كان بوياي اذا غايو سادمي بالجواب في الروح. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. المهم صافي الموت غادي نظل الموت معنى يس خروج الروح من الجسد ادفغ الروح سي الجسد نغسل الكور في نادم وتفغ سي عالم الدنيا اتروح تفغ سي الدنيا وتروح سخم القرار أتروح غل آخر وقال ديفينيسيون الموت.